مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي في القناه. عندي ما نقول لك في الصنعه انو بعد غياب ديال عامين سنتين ونزولا عند رغبه بعض الاخوات اللي بغاو الجديد ديالي في حياتي، الو ارتأيت انني غنشارك معكم واحد الموديلات اللي كنخدموا عليهم دابا. الو هاد الموديلات بحال هاد الشكل هذا ديال الموزون، هاد لافينيسيون هادي كيف ما كتشوفوا، هاد لافينيسيون الشكل هذا. الو علاش كنحتاج لهذا الجوهر هذا الصغير، تيكون في جوج ديال كيكون هكا صفر وكيكون هذاك الابيض، خذوا هذا اللي تابعه واحد شويه ديال الصفريه. وبالنسبه للموزون كاين جوج تاع القياسات، كاين هذا القياس وكاين هذا كيف ما كتشوفوا، هذا راه كبير شويه، هذا هو اللي كيجي مزيان في الفولار، هذا ما كيعطيش وما كيهبطش الفولار. من طبيعه الحال غنحتاجوا ليبرا وغنحتاجوا مقياس باش غنديروا لا فينيسيون ديالنا. غنبداو على بركه الله. بالنسبه للفولار باش نقول لكم واحد الملاحظه، ان هاد الفولارات هادو كناخذهم انا مثلثين، ما كناخذش المربعات كنخدمو. علاش كناخذ المثلثين؟ اولا كيجيو مزيان وكيبغيوهم الناس، كيعجبوهم هكا مثلثين. ثانيا حتى بالنسبه للوكو بالنسبه كيطلع لك شويه رخيص، ماشي بحال هذاك اللي مربع، يعني هذا بحال اللي كتخدمي الخدمه غير جوج تاع المرات في العوض، ما كتخدميها اربعه ديال المرات، كتنقص عليك الشوشه، كينقص عليك السلعه، باش كيكون عندك لا مارج ديال الربح شويه طالع. الو كيف ما كتشوفوا راه متني من هنا، متني من هنايا، الو تيكون على هذا الشكل هذا متلت. الو غادي نبدا معكم الفولار كيف ما قلت لكم. الو كيف ما كتشوفوا هذا انا رانا بديتو ديجا، درت ليه الحبكه، ولكن خليت واحد لابارتي اللي غادي نخدم معكم. يعني بغيت نوريكم هنا بالنسبه لهاد الفولار، لان كنتقدى هاد السيد اللي كنقول لكم ديما راه كاين في البرنوصي. الو كتاخدي عنده، كتمشي كتلقاي عنده السلعه كلها منزله صراحه، كتاخدي عنده العقيق الموزون الثوب الصوف بلا ما تبقاي تدوري في المحلات، وعنده واحد البورداج كيف ما كتشوفوا، انا غنقرب لكم هنا في الكاميرا فيني مزيان، كتخدمي على البورداج ما كتحتاجي لا تنقصي لا تقسمي لا تحيدي خيوط لا تفيني لا حتى حاجه، مباشره كتخدمي. لا الحبيك بالنسبه للاخوات اللي ديجا كيعرفوا الخدمه ديالي، دائما انا كندير سلسله وحشو، بلاتي انا سلسله وهذا الحشو، غندير سلسله غنجي ونحاول نخدم بنفس لي سباس هنايا، نفس الفراغ خصني نخليه، نحاول ما نديرش وما نزيرش يدي. علاش؟ باش الوقت اللي نسالي الفولار يجيني مسرح ومقاد الخدمه ديالو، ما نحتاج لا ندير ليه البريسه لا حتى شي حاجه، غير كنساليه كنباليه وصافي. كتديه الكليانه ديالو كيف ما كتشوفوا الحبيك، راه كيجي هكا ما كيجيش مزير. كيف ما قلت لكم على هاد السلسله الحشو، كنخشي الكروشي في الثوب، كنجبد بحال هكا وكنخرجهم بجوج، كندير سلسله كيف ما كتشوفوا، كنضرب الفولار ديالي كامل كيف ما قلت لكم. هذا راه فولار متلت، كنضرب غير الجويهات بجوج، وها انا ساليت الفولار ديالي. الو غادي نكمل وعاد نرجع نوريكم السطر الثاني اللي غيكون فيه الموزون كيفاش غيكون. الو انا ساليت دابا الحبك ديال الفولار كامل، اش غندير دابا؟ كيخصني نضم العقيق والموزون في الخيط اللي خدامه به. الو اش كندير؟ كناخذ موزون وحده كنديرها كنركبها، كناخذ جوج عقيقات الاولى الثانيه. الو موزون هنا راه انا حيت الوقت اللي تقديت عطاني الموزون مخلطه، ماشي مشكل خدمتها مخلطه ماشي مشكل، واخا تبان لك وحده كبيره وحده صغيره فاش كيكمل الفولار ما كيكونش ما كيبانش هذاك الفرق. الو بالنسبه بشحال غادي يطلع الفولار، شحال غيكون عندكم ديال الرباح؟ الو كيف ما قلنا هاد الفولارات هادو لانني كنخدم عي فولار مثلث، كتكون كيكون كيف ما كنقولوا لوكو ديالو شويه ناقص. كيفاش لوكو ديالو شويه ناقص؟ انا مثلا انا خديت جبت خمسه ديال الفولارات بثمانية دراهم الفولار، خديت يعني هي 40 درهم، وخديت 20 درهم ديال الجوهر، و20 درهم ديال الموزون ياك.
الصوف خديت 10 ديال الدراهم، هذه راه خدمت منها 3 ديال الفولارات، هذا هو الرابع. يعني هذه مازال غتخدم لك واحد 5 ولا 6 ديال الفولارات. علاش؟ لانك كما قلت لكم الفولار المكلت ما كيهزش السلعه بزاف، كتقتصدي فيه شويه في السلعه. الا كنتي يطلع لك الفولار مثلا ب 15 درهم، راه كيطلع لك عيب 7 دراهم ونص، نص ديال لوكو كتربحيه. اذا 60 درهم انا اللي جبت ديال السلعه، خدمت بها 5 ديال الفولارات، هذا هو الخامس، هذا هو الخامس. وباقي ليا هاد الموزون كامل اللي خدم ليا مازال واحد 3 ديال الفولارات ولا 4، وهاد العقيق هاد الجهر اللي خدم ليا مازال واحد 3 الفولارات ولا 4. الصوف مازال عندي باش نخدم، واللي شاط من اللون الاخر هو هذا العقيق. حاولوا تنظموا الكميه اللي تكفيكم، ما تحتاجوش تقطعوا عاود الخيط، يستحسن انه يشيط. فاش غتخدمي الفولار الاول راه ماشي مشكل، الله يجعلك ما تحسبي، حسبي شحال من عقيقه خدمتي، ولا خدمي بالسنتيم شحال خدمتي من شحال نظمتي من سنتيم، باش ما يبقاش عندك قطع وعاود ركب وعاود وتكون عندك العقده في الفولار. الوغ هذا دون با. الوغ نكملوا على لوكو. الوغ بالنسبه لهاد الفولارات، انا كيف ما كنقول لكم انا هذه ماشي الحرفه ديالي، الحمد لله عندي مصدر العيش ديالي الخاص بيا. هذه انا فقط غير كهوايه كشغف، كنبغي هاد الصنعه هذه، وكنعلمها للناس. هكا ملي كتشوف شي وحده لابسه شي جلابه زوينه كتقول لها ودي راه خدمت بوحدي، بغيتي تعلمي مرحبا بك. يعني هذا هو لو برينسيپ، هذه هي الطريقه باش كنخدم انا. انا علمت شي عيالات وريتهم، دابا تبارك الله ما شاء الله عليهم، راه خداوه مصدر عيش ليهم، عايشين به. كيخدموا هادو، كيخدموا الخريقات ديال الحمام، كيخدموا لي زاكسيسوار ديال العروسه بالصوف. غادي نحاول نتقاسم معكم كل شيء، لان عامين انا باش حبست القناه ديالي لظروف خاصه، مازال غنتقاسم معكم بزاف ديال الحوايج. الو شحال باعوا هما هاد الفولارات في العيد الكبير؟ عرفتوا الاقبال كيفاش تيكون في العيد الكبير؟ حتى في هاد الصيف تيكون الاقبال، كيكونوا العرايسات، كتكون الكادوات، الناس تاع برا كيجيو كتبغي تعطيهم كادو بحال ما هكا اللي ماشي مكلف بزاف وكيكون عنده قيمه، لان الفولار حنا كيف ما كنقولوا الفولار حياتي، راه في ثقافتنا المغربيه. الو بشحال كباعوهم؟ باعوهم ب 35 درهم. الو حنايا لالا غتخدمي مثلا هاد السلعه هادي، غادي تخدمي بها 8 ديال الفولارات، اوتوم غتخدم لك 8 ديال الفولارات. انا بالحساب ديالي وتقدر تشيط لك مازال شي حاجه ديال السلعه. علاش؟ لان الفولار مكلت، انا ما كنهضرش على الفولار المربع. اذا غتبيعيها لالا انت عيب 30 درهم، حاولي ما تبيعيش مع الناس اللي كيبيعوا في الفراشه وداك الشيء، عطي قيمه السلعه ديالك. تعرفي الناس خواتاتك صحاباتك، سيري للادارات، راه كاين اللي كتمشي وحده كتمشي للاداره فين كتبيع، كتحط الفولار كتجيب فلوس فوق منه. الوغ نحسبوا ان 8 هاد السلعه اللي هي 60 درهم غتخدمي بها 8 ديال الفولارات، ياك غادي تطلع غتبيعي كل فولار ب 30 درهم. ايوا شوفي تبارك الله شحال غيكون عندك لا مارج ديال الربح، غيكون عندك لا مارج ديال الربح نيت شي حاجه. انا عي ما درتش الكالكول ديالي، ما نعطيكم الكالكول، تسناوني في الفيديو الاخر نعطيكم الكالكول بالضبط، مفهوم؟ اذا انا غادي نكمل هنايا نضم العقيق ديالي كيف ما قلت لكم، جوج ديال الجهر وحده ديال سميتو الموزونه. الوغ حتى غادي نخدم واحد، غادي نضم واحد لا كونتيتي اللي غادي نخدم بها الفولار ديالي وانا مرتاحه، وغادا نرجع لكم. ضمت واحد الكميه مهمه، اش غنجي دابا غنشد الفولار ديالي على الوجه، لا البلاصه اللي خدمت فيها في الاول الحبيكه، على الوجه. الوغ غادي نجي من اول غرزه هنا، ناخذ الخيط الو غادي نثبتو. الو مع هاد الجهه الاولى كتكون فيها الشوشه، الو اش كندير؟ غندير سلسله، ندير حشو وندير سلسله. الو سلسله، لاحظوا ان الخيط راه كنخدمو باش ندفنو معايا من الاول، ما يبقاش عندي الفينيسيون ديال الاخر. الو حشو صافي، هو مشى الخيط. سلسله اش غندير في البدايه؟ غادي ندير 3 ديال الغرزات، حشو سلسلة حشو سلسلة، نقطع هدا تيبر سطني. أش كندير؟ كنخدم 4 ديال السلاسل، وحدة جوج ثلاثة أربعة. غادي نجيب بهاد الشكل، واحد جوج
ثلاثة أربعة. غادي نجي في نفس البلاصة اللي خدمت فيها الحشو، غادي نعاود ندير حشو واحد آخر، ياك ندير سلسلة، نضرب الغرزة الأولى سلسلة، الحشو الثاني سلسلة، الحشو الثالث سلسلة، الحشو الرابع. الو نورمالمون الا بغيتي يجي مشارجي بزاف، الو انا غادي نخدم معكم هنا مشارجي. الو درت ثلاثة ديال الحشو، غنخدمها السلسلة الاولى الثانية الثالثة الرابعة، نعاود نجيب. الو شوفوا اش كنجيب، اش كن عقيقة موزونة عقيقة، داكشي علاش كنت كندير جوج عقيقات، لان عقيقة كتجي مع الاولى وعقيقة كتمشي مع الثانية. الو غادي نسد عليهم على هذا الشكل، نحاول من نسد ما نزيرش عليهم، نرخفهم شوية، واحد جوج ثلاثة أربعة. نجي لنفس البلاصة اللي طلعت منها بربعة السلاسل، ونعاود ندير واحد حشو سلسلة، الحشو الثاني سلسلة، اصلا كنقرب على الكونتيتي اللي غنخدم بها، الشيء الاخر خصني نبعدو بزاف. الو ضربت الحشو الاول، الحشو الثاني، الحشو الثالث، كنطلع فيه بربعه ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثه اربعه. الو كنجيب عقيقه موزون عقيقه، كنخدم كما قلت لكم ما نزيرش عليها بزاف باش تبقى تلعب، وندير واحد جوج ثلاثه أربعة ديال السلاسل. البلاصه اللي طلعت منها السلاسل غادي نعاود نخدم فيها حشو. نورمالمون هذه هي البدايه، ما غادي نكمل. شنو قلنا؟ غادي ندير سلسله، ندير حشو الاول سلسله، الحشو الثاني سلسلة، الحشو الثالث. الو في الحشو الثالث غنطلع واحد جوج ثلاثة أربعة ديال السلاسل، نجيب نتمنى من الله تكونوا فهمتوا، نسد عليهم ونخدم ثاني أربعة السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة. نجي نفس البلاصة اللي طلعت فيها بالسلاسل، ندير حشو سلسلة ونكمل، الحشو الأول سلسلة، الحشو الثاني سلسلة، الحشو الثالث نطلع منه بربعة تاع السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة. صافي ونسد عليها ونخدم ربعة السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة. في نفس البلاصة نعود حشو واحد آخر وسلسلة، الحشو الأول سلسلة، الحشو الثاني سلسلة، الحشو الثالث، ونطلع منه بربعة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة. صافي غنجيب تاني هادي، غنسد عليها على هاد الشكل، واحد جوج ثلاثة أربعة، وفي نفس المكان غادي ندير الحشو ونكمل الخدمة ديالي على هاد الشكل حتى نضرب الفولار كامل، تبقى لينا الشويشة وتبقى لينا الوريضة ديال لافينيسيون. أنا غنشوفهم معكم تهوما، ونورمالمون كتكون هادي هي الخديمة كما كتشوفوا، كتجي صراحة كتجي روعة، والفولار كيجي طيح حتى فاش كيدار ديك الشدة، كيجي صراحة كيجي زوين. يعني كيف ما كنقول لكم هذه الخدمة ديال الدار، بغيتي الخدمة ديال السوق راه ما غاداش تخدمي بهذا الشكل، غضربي خمسة ولا ستة ديال الحشو، وفاش غضربي هذه ما غضربيهاش في نفس الحشو، غضربي وحده هنا وضربي تخلي جوج وعاد ضربي الثالثة،
باش ما كتهزش السلعه مزيان وما كيجيش صراحه الخدمه ديال السوق راه باينه ديال السوق. الوغ مازال غنشوف معكم الشويشه ان شاء الله تعالى وغنشوفوا الوريده. وصلت للدوره ديال الفولار، شوفوا الدوره ديال هذا الفولار كي كتكون. هاد النوع هاد السيد اللي كنشري عندو الصراحه كيكون عنده واحد لافينيسيون زوينه. انا كنشجعكم بعدا اللي كيسكنوا قراب للبرنوصي يستحسن انهم يمشيو يتقداو عنده صراحه. ماشي كنشكر السلعه ديالو وانما كنشوف لان فاش كنجيب عنده سلعه كتعجبني كنبغي نقول لكم انا اللي كاين. لو فاش كنوصل لهاد الدوره كنخدم عادي، كنخدم كنكمل الخدمه ديالي عادي بحال الاول. الوغ انت اش غتكون الشوشه جوج ثلاثة أربعة هنا طالما غتكون غادا تكون الشوشة طالما غتكون الشوشة هاد الدورة كلها غنخدمها خاوية. كما كتشوفو هنا واش غادا ندير هاد الدورة كاملة غنخدمها خاوية حتى لهنا عاد غنعاود نخدم لأن هنا غتجي الشوشة. ميمكنش ليا ندير الشوشة ونزحمها حتى هي ب بهاد لان الشوشه هي غيكون فيها نقي وغيكون فيها الموزون مفهوم. اذا هاد الدوره كامله غادي نخدمها خاويه حتى نوصل لهنا بالباراليل مع هادي سيميتريك كما كنقولوا. غنقسم غنحبس هكا. اذا شحال عندي هنايا 1 2 3 4 5 نخلي هنا 1 2 3 4 5 في الخمسه عاد غادا نخدم مفهوم. الوغ باش كتجي الدوره زوينه وما كتجيش مشارجيه بزاف كتجي الشوشه باينه عاطيه النظره زوينه. غادي نشوفو كيفاش كنصوبو هاد الشويشه هادي وكيفاش كنركبوها بواحد الطريقه اللي هادي ما تبقاش مع الصابون كتخسر. الوغ اش غندير هنا بالنسبه للخيط الا كان عندك على واحد غادي تدوري باش تجيك الشوشه زوينه غدوري 30 دوره. الوغ كناخد واحد الخويط عادي بهاد الشكل هذا ناخد واحد الخويط كنجي لهنا كنشد الشوشه ديالي كنعقدها لهاد الشكل. ها كنجي كندير واحد ثلاثة ديال العقيدات هنا نحاول حتى الصقلي نشدو العقدة الأولى ثانية العقدة ثالثة كناخد ليبرا ليبرا اللي تخشى ليا فيها العقيق والموزون كنخدم انا هنايا بالبرا سبعة نورمالمون البرا اللي كنخدمو بها الراندة. الوغ كنشدها كنركبها في الخيط انا وحنا باش منضيعش الوقت ركبت وحدة ديجا هنايا كنركبها في الخيط صافي. اش كندير كناخد ثلاثة ديال العقيقات ثلاثة ديال العقيقات الأولى أظن الأولى الثانية الثالثة وغناخد حبة ديال الموزون وغنعاود نزيد ثلاثة ديال العقيقات آخرين ثلاثة جوج على حسب الطول اللي بغيتو نتوما ديال سميتها ديال الشويشة. ألوغ كنجي هنا باقي معقدتهاش من هنايا لاحظوا راه باقي معقدتهاش غنجي كنشوف على الوجه وكنجي لهذا الراس هذا اش كندير كنثبت الشوشه ديالي على هذا الشكل. انا غندير الضربه الاولى نحاول يكون داك الشيء مفيني مزيان الضربه الثانيه. هاد الفولار في الصراحه راه ما كيطلع في واحد المده اللي قياسيه راه الوقت ما كنضيعوهش في هاد المثلث هذا ومطلوب شي مطلوب في السوق هذا. لو كنجي كنعاود نرجع وسط من هاد العقيقات مفهوم كنعاود نرجع ليبرا ديالي يعني دابا انا غنخدم جزء بجزء باش ما يبسطنيش في مين بغي ندخلو. بقاو لي هاد الجوجات مدخلين العقيقات غادي ندخلهم حتى هما على هاد الشكل خرج لي هنا الموزو هذا سميتو السبيب ماشي مشكل نحيدو كاع ما غيدير لي حتى شي مشكل نحيدو لان العمده على الخيط ديال الصوف هو اللي عليه العمده. الوغ فاش كنجي اش كندير هنا دابا لاحظوا معايا نشد هاد الشوشه غنجمعها هكا مزيان كنشد هاد الخيط شوفوا كندير بحال السريفه
وكنخشي بها الماء هكا فهم. غنجي غادي ندور واحد خمسة ولا ستة ديال الدورات على هاد الشكل كيفما شفتو ياك، وغنجي غنبدا نخدم بهاد الطريقة. نتمنى أن الشرح يكون واضح. فاش كنخدمو بحال ما هكا كتجينا الشوشة سهلة، لأن جربت أنا بزاف تاع الطرق تاع الشوشة. هادي هي الطريقة اللي كتبان حتى فاش كيجي هكا الخيط مخدوم هكا فوق منها كيشدها مزيان، ما كيبقاش يلعب فاش حيت مع الصابون كتخربق لينا الشوشه، بالاخص الا شدت لينا مع شي حاجه مع شي سنسله، الا حطينا غنصبنوا الفولار مع شي حاجه فيها سنسله كتشد لينا في السنسله كتبرزط كيخسر. بحال ما هاد الطريقه هادي الصراحه 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 كتبقى مزيانه. صافي الغو اخر وحده فيهم اش غندير، غادي نخشيها من هنا صافي. غادي نجيب المقص غنحل الشوشة ديالي، وضروري من لا فينيسيون الاخرى فينيسيون الاخرى باش ما تعمرش ليا الفولار. نجيب هاد اللقطة ديال الطاسه اللي كنجمع فيها العقيق وكنفينيها على هاد الشكل صافي. وها هي الشويشة ديالنا، غنفيني هاد الصقل اللي خرج لي حيدو صافي. وكتبقى الشوشة ها هي راكبة مقادة مصوبة. بقات لينا دابا الوريضة، الوريضة كتعطي حتى هي واحد لافينيسيون زوينة صراحة للفولار. وغنخدم معكم واحد الشكل اللي هاد الوردة هادي كنخرج منها هي الشوشة. غادي نخدم معكم شي شكيلات زوينين ان شاء الله. علاش غادي ندير؟ غندير واحد خمسة ديال السلاسل، خمسة ديال السلاسل هاد العقد ما كتحسبش الاولى. الوغ وحدة جوج تلاتة ربعة خمسة. الوغ غادي نسدها وغادي نخدم وسط منها عشرين عمود. الوغ عشرين عمود جوج السلاسل كنعتبرهم عمود، تلاتة كنخدم معايا على هاد الخويط. هذا كنحيدو معايا بلاش بلا ما نبقى نفيني جبد البرا، هذا كنخدم حتى كنسالي الدور وكنقطعو. الو غادي نخدم عشرين ديال الاعمده ونرجع معاكم. عشرين ديال الاعمده كنجي فوق هاد السلاسل اللي طلعت بهم الاولين وكنسد الدائره ديالي. اش كندير دابا؟ كندير جوج تاع السلاسل، كنحسب العمود الاول العمود الثاني، كندير حشو جوج سلاسل العمود الاول العمود الثاني حشو. غادي نخدم الدوره كامله غنخدمها على هذا الشكل جوج تاع السلاسل العمود الاول العمود الثاني حشو. خصهم يكونوا عندي عشرين فراغ، واحد جوج العمود الاول العمود الثاني حشو. وغنسالي الدوره ونرجع لكم. انا ساليت الدوره اش غندير دابا؟ كنجي الاول فراغ هذا ها هو كما كتشوفوا، وغادي نخدم فيه سبعة ديال الأعمدة. العمود الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع. كنجي الفرق اللي تابعو ها هو كندير فيه حشو صافي. كنمشي اللي تابعو تاني ها هو غندير فيه سبعة ديال الأعمدة وغادي ندورها كاملة. نورمالمون غادي يجوني خمسة ديال لي بيطال هاكا خمسة. إذا غادي نكمل العمود الأول العمود الثاني ونكمل الوريضة ونرجع لكم. هات هي الوريضة ديالي كملات. هلا كنجي كنحاول نقادها مع الشوشه على هذا الشكل.
وجدت الخيط. الوغ الخيط غنخدم على حسب اللون ديال الثوب، ماشي على حسب اللون ديال الشوشه. الوغ كاش كنجي كنحاول نهز عي الجهه الفوقانيه، لان الثوب كيف ما قلت لكم مضوبل ياك. كنثبت على هذا الشكل، ما نزيرش الخيط. علاش؟ لان كنعرفوا بان الثوب ديال حياتي بحال شويه كيتمازى الا خدمنا معاه الابره. الوغ كان غادي نخدم، غادي نحاول نثبتها على هذا الشكل. لاحظوا هنا راه كنهز عي الفوق لتحت، ما خصهاش تبان عندي الخياطه. بحال هكا حتى الا ما كانش عندك خيط ابيض وبغيتي تخدمي بنفس الخيط ديال الصوف، غتخدمي بهذه الطريقه باش ما يكونش عندك المشكل. الوغ غادي نثبتها من الجنيبات ديال لي بيطال ديالها ديال الوريقات كما كتشوفوا. غادي ندور مع الورده ديالي كامله، وغادا تجي مفينية على هذا الشكل. نتمنى من الله ان نكون رضيت الاذواق ديالكم كيف ما كنقول ديما، وانني جبت لكم شي حاجه جديده، وان الشرح يكون واضح وفرجه ممتعه. والى فيديو مقبل عما قريب ان شاء الله.